أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر المبارك شهر رمضان الميمون، ليلة بالغة الأهمية من حيث الدعاء والعبادة. وأصلا نحن الآن في أجواء العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والعشرة الأخيرة لها أهميتها القصوى من حيث العبادة والدعاء وما أشبه، وهي مهمة بلياليها وأيامها، خاصة الليلة الأخيرة من الشهر واليوم الأخير من الشهر، وكذلك ليلة العيد ويوم العيد مهمان جدا من حيث العبادة والدعاء وما أشبه. واليوم السابع والعشرون بالإضافة إلى أهمية ليلته وأهمية نفسه، فهو يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام، والأحاديث الشريفة المختارة التي سنتلوها الآن إن شاء الله تعالى، متعلقة بالنبي العظيم سليمان على نبينا وآله وعليه السلام. قال الإمام الرضا عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام: آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهم السلام. لماذا؟ وذلك لما أعطي في الدنيا. 124,000 نبي عليهم السلام، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة يوم القيامة ويدخلون بالترتيب، ويكون في آخرهم سليمان. لماذا؟ لأنه أعطي الدنيا بالنسبة إليهم، الذين لم يعطوا الدنيا بالنسبة إليه. يا إخواني شوفوا، الدنيا المحرمة هو معلوم تهدي إلى النار، إلى النار الإلهية يوم القيامة، والدنيا المحللة صحيح صاحبها يدخل الجنة،
ولكن في الدنيا المحللة أكو حساب، والحساب بتأخير بالنسبة إلى الإنسان اللي ما عنده دنيا فما عنده حساب. بعبارة أخرى، الدنيا خطرة إلا إذا كانت محللة، والدنيا المحللة بها مشاكل. آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود، وذلك لما أعطي في الدنيا. قال الإمام الصادق لأبان ابن الأحمر من الرواة المعروفين: يا أبان، قبل أن نتلو الحديث الشريف نحتاج إلى مقدمات توضيحية. المقدمة الأولى: الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من مورد بين للناس أنه يتمكن من القضاء على معاوية لعنة الله عليه بالمعجزة، ولكنه ينبغي عليه أن يقضي على معاوية ضمن قاعدة الأسباب والمسببات الدنيوية. لماذا؟ لأنه يعيش في الدنيا، ومن يعيش في الدنيا فعليه أن يعمل حسب قواعد الدنيا. كرارا ومرارا كان يبين صلوات الله عليه هذه الحقيقة للناس، وحتى الناس يستيقنون بهذه الحقيقة كان يقدم لهم نماذج معجزية. فمن جملة النماذج، في يوم من الأيام قال لهم: لو شئت لرفعت رجلي هذه، ورفع إحدى رجليه المقدستين، فضربت بها صدر ابن أبي سفيان، يعني فركلت بها صدر ابن أبي سفيان وأنا في الكوفة وهو في دمشق، وبين الكوفة ودمشق مسافة بعيدة، فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره، مو ركلة ضعيفة أو متوسطة، ركلة قوية اللي اتنكسه عن سريره، يعني اتشيل من سريره واتذب على الأرض. وبالفعل في أثناء الكلام ركل معاوية برجله الشريفة، فمعاوية انتكس من على السرير إلى الأرض، والناس سجلوا الحادثة في دمشق، والمسافرون أتوا بالأخبار، فأهل الكوفة وغير الكوفة عرفوا بالمعجزة أنه في نفس اللحظة معاوية انتكس. هذه مقدمة. مقدمة أخرى: الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، رسولنا أعظم الأنبياء وأوصياؤه الاثنى عشر أعظم الأوصياء، بل المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام أعظم من كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء
باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في داخلهم أكو تفاضل كما بين ذلك مرارا وكرارا. رسول الله أعظم من أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أعظم من سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين أعظم من الإمام الحسن إلى الإمام الحجة، الإمام الحسن أعظم من البقية، الإمام الحسين أعظم من البقية، الحجة تأتي مرتبته بعد الإمام الحسين وهو أفضل من آبائه، يعني أفضل من السجاد إلى العسكري، والترتيب من السجاد إلى العسكري يكون بالترتيب الزمني الأبوي، يعني الأب أفضل من أبنائه وهكذا صلوات الله عليهم أجمعين. هذه مقدمة أخرى. مقدمة ثالثة هي آصف على نبينا وآله وعليه السلام، هو وصي سليمان، وفي قضية المرأة المعروفة بلقيس وعرشها المعروف وجلب عرشها من بلادها إلى موطن سليمان، في هذه القضية آصف وصي سليمان أتى بالعرش في لحظة، بل في أقل من لحظة، بواسطة تمسكه تعلقه بالاسم الأعظم. آصف كان عنده الاسم الأعظم فدعا بالاسم الأعظم فجلب به عرش بلقيس من ذلك البلد إلى بلد سليمان مع ما بينهما من المسافة البعيد. زين، البكريون ولا كلام في جماهيرهم، الجماهير غافلة لأنها مغفلة وجاهلة قاصرة عادة بالجهل القصوري، أما الجاحدون والجاهلون المقصرون من البكريين فقليلون، مثالهم في ذلك مثال غيرهم، يعني الجاحدون والمقصرون في اليهود في النصارى، قبلهم في المجوس في الشيوعيين في القوميين في البعثيين في الديمقراطيين في البوذيين في الهندوس ومن أشبه. عادة الجاحدون والجاهلون المقصرون قليلون، أما الجماهير الواسعة فهي عادة غافلة مغفلة، أي مبتلات بالجهل القصوري. البكريون هؤلاء يعتقدون بأن آصف وصي سليمان بواسطة الاسم الأعظم أتى بعرش بلقيس من ذلك البلد البعيد إلى بلد سليمان في أقل من لحظة، أما ينكرون أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ركل صدر معاوية وهو بالكوفة ومعاوية بدمشق، ركل صدره ركلة نكسته عن سريره إلى الأرض. لماذا ينكرون هذا ويثبتون ذلك مع أن أمير المؤمنين أعظم من آصف؟ لماذا على الأقل ما يخلون أمير المؤمنين في مستوى آصف؟
هذا عناد ضد الحقائق، أما الجماهير الواسعة غافلة مغفلة، والذنب يكون على الجاحدين الذين يجعلون الناس غافلين. روى أبان الأحمر قال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبان، كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره؟ كيف تنكر الناس هذا القول المقرون بالعمل ولا ينكرون تناول آصف، تناول يعني أخذ، تناول آصف وصي سليمان على نبينا وآله وعليهما السلام عرش بلقيس وإتيانه سليمان به، يعني وإتيان آصف سليمان إلى سليمان به بالعرش، قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه أي عينه، يعني فتح جفنه قبل أن يسد جفنه العرش كان حاضر عنده. أليس نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء عليهم السلام؟ أفلا، الإمام يقول إحنا على الأقل نريد منهم يخلون أمير المؤمنين في مستوى آصف، أفلا جعلوه أمير المؤمنين كوصي سليمان على الأقل؟ حكم الله تعالى بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا. روى أبان الأحمر قال الإمام الصادق عليه السلام: يا أبان، كيف تنكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام فنكسته عن سريره؟ ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء عليهم السلام؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان؟ حكم الله تعالى بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا. قال الإمام الباقر عليه السلام: قال سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما السلام: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا. يعني عدنا علوم الناس وعدنا علوم اللي الناس ما عدهم تلك العلوم، ففي دائرة هذا العلم الواسع نبين لكم خلاصة هذا العلم الواسع، فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله تعالى في المغيب والمشهد. المغيب الغيبة مصدر ميمي، والمشهد الشهود أيضا مصدر ميمي بمعنى المصدر هنا،
ويقصد غيبة الناس وشهود الناس. وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو أبدا شاهد لا يغيب حتى لحظة. يعني الإنسان يخشى الله فيعمل بالواجبات ويترك المحرمات، سواء كان عند أحد يشوفه ويراقبه أو هو وحده كان في الغرفة. يعني يترك المحرمة لله مو لشوفة الناس، ويفعل الواجب لله مو لشوفة الناس. فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله تعالى في المغيب والمشهد والقصد في الغنى والفقر، يعني الاقتصاد. وهنا الاقتصاد بمعنى التعادل في الصرف، يعني فرد واحد يصرف بمقدار اللزوم لا يصرف أكثر من اللزوم. والقصد في الغنى والفقر، إذا كان فقير فهو مجبور على القصد على الاقتصاد. أما الكلام عندما يكون الشخص غنيا فهذا ينصحه بالاقتصاد، أنه لا يبذر لا يسرف. وكلمة الحق في الرضا والغضب، عادة الناس إذا يرضون يتجاوزون الحق، وإذا يغضبون يتجاوزون الحق أيضا. إذا يرضى عن ابنه فيقول في ابنه غير الحق أكثر من الحق، وإذا يغضب على عدوه فيقول في عدوه أكثر من الحق، أي أقل من الحق هنا، أي ينكر كل مزايا عدوه لأنه غضب على عدوه، كما أنه يضيف إلى ابنه مزايا غير موجودة في ابنه حسب المثال. وهذا خلاف الإسلام. الإنسان ينبغي عليه أن يقول كلمة الحق دائما، سواء رضي عن شخص أو شيء أو غضب على شخص أو شيء. والتضرع إلى الله عز وجل على كل حال، إذا كان غنيا يتضرع وإذا كان فقيرا يتضرع، إذا كان مقيما في وطنه يتضرع، وإذا كان مسافرا في البلاد يتضرع. يعني لا يعرف إلا الله تعالى، مو أنه يعرف الضيوف. البعض في وطنه يعبد الله تعالى وفي السفر لا يعبد الله، البعض في الشدة يعبد الله تعالى أما في الرخاء لا يعبد الله تعالى، وهذا خطأ. قال الإمام الباقر عليه السلام: قال سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما السلام: أوتينا ما أوتي الناس وما لم يؤتوا، وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من خشية الله في المغيب والمشهد والقصد في الغنى والفقر وكلمة الحق في الرضا والغضب والتضرع إلى الله عز وجل على كل حال. شوفوا يا إخواني، هو هذا الحديث الشريف تطبيق عملي لهذا الكلام الشريف. شوفوا الإمام الباقر أفضل أم سليمان؟ الإمام الباقر أفضل من سليمان،
ومن كل نبي ومن كل مرسل ومن كل وصي باستثناء المتقدمين عليه في دائرة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. مع ذلك ينقل للتاريخ كلام سليمان الأفضل، ينقل كلام المفضول. ليش؟ لأن كلام المفضول هنا حق، وعلى الأفضل وعلى غير الأفضل أن يتمسكون بالكلام الحق. فبعد الإمام الباقر ما يقول وحاشاه أن يقول أنه أنا أفضل، شلون أجي أكون دعاية للمفضول فأنقل كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا إخواني بعد هذا الحديث الشريف إهواي عجبة في منطق الناس، ها مو في منطق المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. رسول الله ينقل كلاما لوالدة سليمان. ليش؟ لأن كلام والدة سليمان كلام حق فينبغي أن ينقل، ولأن والدة سليمان بنفسها إنسان محق فينبغي أن تكون لها دعاية. إذا رسول الله أفضل لا شك، أفضل منها ومن غيرها، أفضل من جميع المخلوقات على الإطلاق، أما أفضليته تقتضي أن يتمسك بالكلام الحق، وأفضليته تقتضي أن يكون دعاية للمحقين، سواء كانوا رجال أو نساء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت أم سليمان بن داود لسليمان على نبينا وآله وعليهم السلام، يا بني إياك وكثرة النوم بالليل، إياك يعني احذر، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. أم سليمان تقصد بهذا الكلام صلاة الليل أو العبادة بالليل بصورة مطلقة، هسه صلاة أو تلاوة قرآن كريم أو دعاء أو زيارة أو ذكر أو ما أشبه. بس القضية حسب النصوص الدينية الأخرى أوسع من هاي، كثرة النوم بالليل أو بالنهار مضرة، مضرة بالآخرة وبالدنيا على حد سواء. طبعا من ناحية أخرى الإنسان لازم يلتفت أن النوم ما يصير أقل من المحتاج إليه. لماذا؟ لأن إذا النوم صار أقل من المحتاج إليه فيشكل سلبية على كمية العمل وعلى كيفية العمل، خصوصا على كيفية العمل. هنا يا إخواني أكو نكتة مهمة، إذا توصلنا إليها بالتقوى فكل شيء، أما إذا لم نتوصل إليها مثل المؤمنين والمؤمنات العاديين فلازم نراعي النكتة الأولى. النكتة الأولى هي التمسك بالنوم بقدر الحاجة، بس كم ساعة يكون بعد مو مشكلة، كل واحد لازم يراعي ظروفه أوضاعه الداخلية والخارجية فيشوف إيش قد يحتاج للنوم فلازم ينام. إذا ما يسويها فكمية عمله
وكيفية عمله تنخرمان، أي يشكل سلبية على الكمية والكيفية معا، خصوصا على الكيفية. أما النقطة الثانية هي إذا الإنسان ترقى في مدارج الكمال فيتمكن أن يقلل نومه بدون ما هذا التقليل يؤثر سلبيا على كمية وكيفية عمله. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فينبغي علينا أن لا نعتني بالنوم إطلاقا. في كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يوصي بعض أصحابه بالنوم بدرجة، يجيب كلمة يستعمل كلمة بها دلالة عظيمة، المضمضة، يعني يوصيهم بالنوم كالمضمضة، بالنوم اللي يساوي في الدرجة درجة المضمضة. الإنسان عندما يتمضمض بالماء كم يأخذ منه من الزمان؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليهم صلوات الله عليه يوصي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بهذا الأمر. فالنقطة الثانية إهواية مهمة، أما إذا توصلنا إليها، إذا لم نتوصل إليها شلون؟ إذا كنا من أصحاب النقطة الأولى وطبقنا النقطة الثانية فكل شيء يتخرب، أما إذا كنا من أصحاب النقطة الثانية فلم نطبق النقطة الثانية فواو إله، يعني كل وضعنا يكون خسارة في خسارة دنيا ودينا وآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قالت أم سليمان بن داود لسليمان على نبينا وآله وعليهم السلام: يا بني إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. قال سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه السلام لابنه، قال سليمان بن داود لابنه، ابنه من؟ الآن أنا مو ببالي، وربما يكون في السنة خطأ، يعني ربما العبارة تكون هكذا: قال داود لابنه سليمان، أما النص الموجود هكذا: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني إياك والمراء. المراء يعني تتحاور مع الطرف مو بقصد إثبات الحق، وإنما بقصد أنك تعرف والطرف لا يعرف، بقصد التغلب عليه. والمراء منهي عنه مو فقط في الباطل وإنما حتى في الحق أيضا. يا بني إياك والمراء فإنه ليست فيه منفعة. الإنسان يتحاور على أساس أن يحصل على نافع، في المراء ماكو منفعة، بالعكس بضرر. وهو المراء يهيج بين الإخوان العداوة، صديقان تحاورا والأول كان مقصوده من الحوار المراء، وبالفعل الأول تغلب على الثاني في الحوار المرائي، فائدة ماكو، ضرر أكو. الضرر شنو؟ أنه الثاني اللي صار مغلوب
يعادي الأول اللي صار الغالب. يا بني إياك والمراء فإنه ليست فيه منفعة، وهو يهيج بين الإخوان العداوة. إخواني هنا أكو حديث مفصل، والحديث المفصل نبين مختصره من الخارج ثم نتلو الحديث الشريف. شوفوا يا إخواني، الدنيا كما ذكر مرارا وكرارا مو جائزة مو هدية من الله تعالى للإنسان، وإنما الهدية هي الجنة في الآخر، وإنما الدنيا فقط وفقط وفقط وهيقول فقط إلى أذان المغرب، وعند أذان المغرب صلي وأفطر، وبعد ذلك هم قول فقط وفقط إلى وقت السحور، ووقت السحور يتسحر وتوضأ وصلي صلاة الفجر، وثم قول فقط وفقط إلى أن تقبض روحك، هم مو كافي. يا إخواني الدنيا دار امتحان إلهي فقط، وفي الامتحان البشري اللي يرتبوه بعض البشر لبعض البشر الآخر، في هذا الامتحان الأبدان ترتجف، الناس يشوفون مشاكل، فكيف بالامتحان الإلهي؟ على هالأساس توقع السرور في الدنيا توقع خاطئ. في صالة الامتحان منو يتوقع أن يكون مسرور؟ الدنيا كلها صالة امتحان طويلة وكبيرة ووسيعة وشاملة ودائمة وما أشبه. وأنا أظن سليمان ابن داود سوى هالقضية اللي سنتلوها على أساس مسرحية مو على أساس حقيقة، وإلا المؤمن والمؤمن العاديان هذول يعرفون هالحقيقة. شلون سليمان النبي العظيم ما يعرف هالحقيقة؟ المؤمن والمؤمنة العاديان ما يسوون هالشيء، فإشلون سليمان النبي العظيم يسوي هالشيء؟ شوفوا سليمان يقول في هالحديث اللي حتما على أساس مسرحية مو على أساس نية وقاصد، على أساس أداء مسرحي مو على أساس أداء حقيقي. سليمان بن داود يقول أنا في كل عمري مع هالشيء العظيم اللي الله تبارك وتعالى أعطانيه، أنا في يوم ما صار اللي من أول اليوم إلى الليل أكون مسرور، وأنا اليوم القادم أريد أفرغ نفسي حتى على الأقل في عمري يوم كامل من الصبح لليل أكون مسرور. وقال للموظفين ماله، قال للخدم، قال للأتباع، قال ترى ديروا بالكم اليوم القادم ولا واحد تسمحون إلى يزورني يدخل علي، لأن أنا أريد أروح إلى أعلى مكان في قصري وأتفرج على ممالكي وأكيف. زين، فشال العصا مالته وراح إلى أعلى مكان في قصره على أساس أنه يكيف، وإذا شاف فرد واحد دخل عليه قال له أنت منو جابك؟ من وين أجيت؟ أنا ما سويت ممنوع الدخول علي بتاتا. قال له ترى شوف أنا ملك الموت والله دزني،
قال اخو انت ليش جاي؟ قال اخو معلوم ليش جاي، جاي حتى اقبض روحك. قال اخو اتفضل اقبض روحي. بس قبل ما يقول لي اتفضل اقبض روحي، قال شوف ترى حتى يوم واحد انا ما شفت سرور في هذه الدنيا. سليمان ما سواها حقيقة، وإنما سواها مسرحيا حتى إحنا نفهم الشيء. عينا مثل الأفلام التربوية ماكو اللي تربي الناس على الخير ولكن بطريقة ادعائية ظاهرية مو على طريقة حقيقية. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن سليمان ابن داود على نبينا وآله وعليهما السلام قال ذات يوم لأصحابه: إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاني ملك اللي مني إلى يوم القيامة ما يحصل عليه بشر أبدا. البشر مهما يحصل يحصل على الماديات أما ما يحصل على طاعة الجن، ما يحصل على منطق الطير وما أشبه. فالملك الذي حصل عليه سليمان كان بواسطة دعائه وكان بواسطة عطاء الله تعالى الاستثنائي، وهذا لا يكون إلى يوم القيامة. إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر لي الريح والإنس والجن والطير والوحوش، وعلمني منطق الطير لغات الطير، وآتاني من كل شيء. إن أنا أكو نكتة بعدين تجي هالنكتة، ما يقول وآتاني كل شيء، وآتاني من كل شيء، يعني من كل حقل أعطاني بعضه مو كله. الذين أعطاهم الله تعالى من كل حقل كل الحقل فهم المعصومون الأربعة عشر عليهم السلام. وآتاني من كل شيء، ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي ما كمل لي سرور يوم إلى الليل. وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه أعلى طبقة وأنظر إلى ممالكي وأكيف، فلا تأذنوا لأحد علي. أذن عليه أي سمح له بأن يزوره، لئلا يرد علي ما ينغص علي يومي، لأن هذا الزائر ما معلوم يجي يفرحني أو يأذيني، فعلى هالأساس أنتوا لا تسمحوا للزائر هذا اليوم أبدا. قالوا نعم، يعني نسوي. فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى أعلى موضع من قصره ووقف متكئا على عصاه. وقف شنو يسوي؟ ينظر إلى ممالكه من الشبابيك مثلا، مسرورا بما أوتي فرحا بما أعطي. إذ للفجأة، إذ يعني فجأة بدون علم مسبق بدون خبر مسبق، إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره. شاف شاب طلع من مكان من قصره واجي عنده، فلما بصر به سليمان على نبينا وآله وعليه السلام قال له: من أدخلك إلى هذا القصر؟ من أطاك إذن؟ وقد الواو حالي حال كوني، وقد أردت أن أخلو فيه اليوم،
أنا ريت أبقى وحدي في القصر. فبإذن من دخلت؟ فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربه. القصر مو إلك، الأشياء كلها لله تعالى، والله يعطيها للأفراد كعارية بعض الوقت وثم يستردها. الله تعالى يعطي الأشياء للأفراد في بعض الوقت كامتحان لهم، فإذا الأشياء مو للأفراد، إذا الأشياء أدوات امتحان للأفراد. فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربه. هذا جواب على السؤال الأول. أما الجواب على السؤال الثاني: وبإذنه دخلت. هو أعطاني إذن أنا دخلت، أنا ما أحتاج إلى إذن السكرتيرين مالك حتى أدخل. فقال سليمان، لأنه نبي، ربه أحق به مني، لا شك رب القصر أحق بالقصر مني. فمن أنت؟ خو هسه أنا عرفت أنه أنت ملك من الملائكة، أنت منه؟ لأن الملائكة المتنوعون كانوا يزورون الأنبياء والمرسلين والأوصياء صلوات الله عليهم وعلى الملائكة، وأكو أحاديث مفصلة حول هذا الموضوع. فسليمان عرف أنه هذا ملك، فقال له: خوه أنت منه؟ قال: أنا ملك الموت. قال سليمان: وفيما جئت؟ في أي شيء جئت؟ في أي هدف جئت؟ لأن بعض الأوقات ملك الموت كان يزور البشر مو لقبض الروح، وإنما بهدف آخر. قال: جئت لأقبض روحك. خلاص، عادة ملك الموت يجي لقبض الروح، استثناء يجي لمهمة أخرى. قال سليمان: امضي لما أمرت به. خوش توكلنا على الله، تفضل أخذ روحي. أما اعرف، مو اعرف يا ملك الموت، اعرفوا أيها الناس من الآن إلى يوم القيامة، فهذا يوم سروري، هذا كان اليوم اللي أنا خصصت لسروري، وأبى الله عز وجل أن يكون لي سرور دون لقائه، قبل لقائه، اللقاء يعني الموت، سرور المؤمن والمؤمنة بعد الموت مو قبل الموت. وكذلك بالنسبة إلى الكافر وما أشبهه، في الدنيا ما عندي سرور. ليش؟ لأن الدنيا دار امتحان، وفي صالة الامتحان ماكو سرور. بعد الموت هم يكون عندي سرور، أما المؤمن والمؤمنة لا، نص نص، في الدنيا ماكو سرور، بعد الدنيا أكو سرور. فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه، يعني ما أعطى مهلة ليضطجع، بل ما أعطاه مهلة ليجلس، وإنما وهو متكئ على عصاه أخذ روحه. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن سليمان ابن داود على نبينا وآله وعليهما السلام قال ذات يوم لأصحابه: إن الله تبارك وتعالى قد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر لي الريح والإنس والجن والطير والوحوش، وعلمني منطق الطير، وآتاني من كل شيء، ومع جميع ما أوتيت من الملك ما تم لي سرور يوم إلى الليل، وقد أحببت أن أدخل قصري في غد فأصعد أعلاه وأنظر إلى ممالكي، فلا تأذنوا لأحد علي لئلا يرد علي ما ينغص علي يومي. قالوا: نعم. فلما كان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى أعلى موضع من قصره، ووقف متكئا على عصاه ينظر إلى ممالكه
مسرورا بما أوتي فرحا بما أعطي. إذ نظر إلى شاب حسن الوجه واللباس قد خرج عليه من بعض زوايا قصره، فلما بصر به سليمان قال له: من أدخلك إلى هذا القصر وقد أردت أن أخلو فيه اليوم؟ فبإذن من دخلت؟ فقال الشاب: أدخلني هذا القصر ربه وبإذنه دخلت. فقال: ربه أحق به مني، فمن أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: وفيما جئت؟ قال: جئت لأقبض روحك. قال: امض لما أمرت به، فهذا يوم سروري، وأبى الله عز وجل أن يكون لي سرور دون لقائه. فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه. إخواني، الحديث الشريف يتعلق بقوم سبأ وبثرثارهم العظيم. الثرثار اللي أدنى في العراق في جوار مدينة سامراء المقدسة مشترك مع ثرثارهم العظيم في اللفظ، أما الثرثار في النصوص الدينية فالمقصود به ثرثار قوم سبأ. قال الإمام الصادق عليه السلام: إني لألعق، أي أمص أصابعي بعد الفراغ من الطعام، حتى لا أغسل أصابعي بعد الطعام وعليها شيء ولو طفيف من الطعام. إني لألعق أصابعي من المعدم، المعدم يعني المرقة، حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك اللعق من جشع، الجشع الحرص، يعني زين أنظف أصابعي بلساني حتى أخاف هذا الخادم اللي ديراني على السفرة يقول: شوف هذا إشكد عندي حرص حتى متفوت الذرة الصغيرة من الطعام على أصابعي. وليس ذلك كذلك، يعني وليس هذه العملية لأجل الحرص وإنما لأجل التحفظ من الإسراف. بعدين الإمام يبين هذه القصة، والقصة تخوف، بس مع الأسف الناس في هذا العصر ما يخافون. إن قوما أفرغت عليهم النعمة، شوفوا إذا قطرة ماء تصيبني ما يقولون أفرغ عليه الماء، أما إذا سطل كبير من الماء في لحظة صبوا على رأسي يقولون أفرغ عليه الماء. إن قوما أفرغت عليهم النعمة، أي من قبل الله تعالى أفرغت عليهم، يعني شنو؟ يعني الله أعطاهم نعم فوق حد التصور، وهم أهل الثرثار، هذا اسم مائهم، فعمدوا يعني قصدوا أي توجهوا، فعمدوا إلى مخ الحنطة. مخ الحنطة يعني لب الحنطة، يعني الطحين الخالص من كل شيء آخر. فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء. الهجاء على ما يبدو من كتاب اللغة يعني خبزا مثل الخبز المتداول بين الناس،
يعني شلون الناس يسوون خبز ويبيعوا للآكل؟ هذول كانوا يسوون خبز عينا مثل ذلك ويجعلوه محارم كمحارم لتنظيف أطفالهم من المدفوعات. فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء فجعلوا ينجون به، ينجون ينظفون بهذا الخبز صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل. هذا الخبز ما كانوا يذبوه بالزبالة، وإنما كانوا يذبوه في مكان من الصحراء، حتى صار من هذا الخبز المخلوط بالعذرة والبول جبل. فمر رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها، يعني تنظف صبيها بالخبز، فقال ويحكم ويحكم، يعني ما تستحون، اتقوا الله لا يغير ما بكم من نعمة، اتقوا الله حتى الله ما يغير نعمتكم إلى نقمة. فقالت كأنك تخوفنا بالجوع، إذا صرفنا الخبز كمحارم فشنو المشكلة؟ يعني نصير جائعين؟ أما يعني التفتوا، ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع. فأسف الله عز وجل، أسف يعني عمل عمل من يتأسف من شيء، من يغضب على شيء، من يسخط على شيء. فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار، أضعف يعني جعله ضعيفا، هذا النهر العظيم سواه ضعيف، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، يعني ما خلي الأرض يصير بها نبات وما خلي المطر يجي، فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوا البضائع اللي كانت عندهم في المخازن في السيلوات وما أشبه فأكلوهم، خلصت. ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل، يكون جايع يموت من الجوع أفضل، أو يأكل خبز مخلوط بالعذرة والبول. فراحوا على الجبل، إشلون هم راحوا على الجبل؟ فإن كان، فإن كان يعني فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان، ما يتمكنون يروحون يأكلون المقدار اللي يريدوا، لا كان تقسيم. قال الإمام الصادق عليه السلام إني لألعق أصابعي من المعدم حتى أخاف أن يرى خادمي أن ذلك من جشع، وليس ذلك كذلك، إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل. فمر رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال ويحكم اتقوا الله لا يغير ما بكم من نعمة. فقالت كأنك تخوفنا بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع. فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض فاحتاجوا إلى ما في أيديهم فأكلوه، ثم احتاجوا إلى ذلك الجبل فإن كان ليقسم بينهم بالميزان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله.